المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي. إذا اليوم عندنا الوحدة الأولى والدرس الأول تحت عنوان الأعداد من 0 إلى 999 في الصفحة 11 من كتاب المرجع. إذا ننتقل إلى الصفحة 11 وأهداف الأهداف التعلمية لهذه الحصة. أن يسمي المتعلم الأعداد من 0 إلى 999 وأن يمثلها يفككها ويكتبها بالأرقام والحروف، ثم أن يعد بالعشرات والمئات تصاعديا وتنازليا. إذا نبدأ لنبحث جميعا. شارك الأصدقاء الثلاثة في مباراة لرمي السهام. نحسب عدد النقط التي حصل عليها كل متسابق كما في المثال. إذا بالنسبة للمثال، المثال ديال عائشة، إذا عائشة حصلت على 72 نقطة. إذا عدد النقط التي حصلت عليها 72. إذا كيف؟ إذا هنا في المثال عندنا 7، يعني السهم يعني سقط على العشرة 7 مرات وعلى الوحدة مرتين. إذا بالنسبة لأحمد أن 1 في 100، إذا سقط 1 مرة في 100. إذا ثم بالنسبة للعشرة عندنا 2 4 5، إذا زائد 5 في 10، زائد 1 2 3 4 في 1. إذا سنحسب النتيجة بعد لحظات. إذا بالنسبة لزينب، إذا عندنا 2 في 100 زائد 2 في 10 زائد 2 4 6 في 1. إذا نتأكد، إذا بالنسبة لأحمد 1 في 100 5 في 10 4 في 1. إذا نحسب النتيجة. إذا بالنسبة لأحمد عندنا 100 150 154 نقطة. بالنسبة لزينب 200، 2 في 100 200، 220، 226. إذا السؤال باء، نحدد الفائز. إذا الفائز نحدد الفائز بعلامة في البطاقة المناسبة بعد مقارنة أعداد النقط. إذا أنا اعتقدت بأن هنا غنحط النقط ولكن ثم غادي نوضع علامة. إذا الذي نضع عليه العلامة إذا هي زينب. إذا زينب هي الفائزة. إذا هنا ما غاديش نملأ بهذا الأعداد وإنما غنوضع علامة. إذا هذه مخصصة، هذا المكان مخصص للعلامة. إذا ننتقل إلى الحصة الثانية والتمرين الأول. أكتب العدد المناسب في كل بطاقة. إذا عندنا من هنا لهنا خصنا نفهمو هنا المستقيم المدرج. إذا عندنا من هنا لهنا 100، إذا كل تدريجة صغيرة تمثل 10. إذا هنا طبيعة الحال غتكون 50، 250. إذا هنا 300، هنا 400، 450، 500، 505. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية، تمرين 2. تمثل البطائق التالية النقط التي حصل عليها أزار وتسليت في لعبة للرماية، واحسب عدد النقط التي سجلها كل من أزار وتسليت، ثم املأ الجدول جداول التمثيل، ثم احدد الفائز. اذا هنا اذا غنملأ جداول التمثيل عدد النقط من غادي نبداو بأزار. أزار عنده 400، إذا 400 وخمسون، إذا 5 عشرات، إذا 50، 1، إذا 400 و51.
هذه طاقة سام، إذن 52، 52، إذن الوحدات 2، العشرات 5، والمئات 4. إذن إذا بغينا نكتبوها هنا غنكتبو 400 زائد 50 زائد 2، وهنا المعداد إذا بغينا نملأو المعداد غنديرو 4 ديال الحلقات، وهنايا 5 د الحلقات، وهنا حلقتين. إذن هذا بالنسبة لأزهر. إذن بالنسبة لتسليت، تسليت 3 بطاقات، إذن 3 وحدات، 5 بطاقات يعني 5 عشرات، 400 يعني عندنا 3 ديال الحلقات، 5 ديال الحلقات، ثم 4 حلقات، 450، 3. إذن الوحدات 3 والعشرات 5 والمئات 4. إذن الفائز بطبيعة الحال، إذن الفائزة هي تسليت، تسليت إذن هي الفائزة اللي كانت بنت. إذن ننتقل إلى التمرين الثالث، ألون البطاقة المناسبة لكل كتابة بالحروف لكل عدد. إذن 770، إذن 700، 700، 700، ولكن هنا 777، هنا 707. إذن الجواب الصحيح بطبيعة الحال هو هذا هو الجواب الصحيح، 707. إذن 707، إذن 707، هذه هي 707، 777، إذن هذه هي 777. إذن هنا علاش 707؟ لأن لم تذكر العشرات، العشرات غير مذكورة. ننتقل إلى التمرين الرابع، أحيط أقرب مئات إلى العدد المعروض في البطاقة. يعني شكون اللي قريب؟ هنا العدد الأقرب 103، هي بعيدة عن 300 وبعيدة جدا عن 200 وبعيدة جدا عن 300. إذن أقرب عدد بالنسبة للمئة هو 103، هو 100، لأن الفرق ديال 3، بينما 200 بعيدة لأن الفرق ديال 97. 394، هل هي قريبة إلى 300 أم 400 أم 500؟ إذن 500 بعيدة، يبقى يعني الاختيار بين 400 و 300. إذن الأقرب هي 400. لماذا؟ لأن 300 بعيدة ب 84 عن 300، ولكن 384 بعيدة ب 16 عن 400. إذن أقرب عدد هو 400. 897، إذن هذا العدد هل هو قريب إلى 700 أم 800؟ إذن بعيد عن 700، إذن يبقى هل هو قريب إلى 800 أم 900؟ إذن هو قريب إلى 900، لأن بقي 3 ليصل إلى العدد 900، وبالتالي هذا هو العدد الأقرب. التمرين الخامس، أتمم السلاسل العددية بعد تحديد الخطوة. إذن هنا السلسلة باش نعرفوها خصنا نشوفو شنو وقع من هنا لهنا، ديك الشيء اللي وقع من هذا العدد لهذا العدد نطبقو على السلسلة. إذن هنا زدنا 10، من هنا لهنا زدنا 10، إذن حتى هنا غنزيد 10 تعطيني 100، من هنا لهنا نزيد 10 تعطيني 110، ومن هنا لهنا نزيد 10 تعطيني 120. هذه هي يعني كتكتشف شنو العلاقة باش كتعرف العملية اللي غدير. من 350 ل 450، إذن شنو درنا؟ إذن زدنا 100، إذن شنو غتكون هنا؟ 550، 650، 750، 750 إلى 800، إذن هنا زدنا 50، زدنا 50، إذن مادام زدنا 50، إذن هنا غتكون 850، هنا 900، هنا 950، 96، 98، إذن زدنا جوج، إذن غادي تكون هنا 100، 102، 104، وهكذا. إذن التمرين السادس، ألون أكبر عدد بالأحمر وأصغر عدد بالأزرق. إذن نلون أكبر عدد بالأحمر، أكبر عدد،
اذا باش نشوفوا اكبر عدد نشوفوا، اذا هذا هو اصغر عدد. لماذا؟ لان فاش كنجيو نقارنوا الاعداد كنشوفوا عدد الارقام، اللي عنده اقل عدد الارقام هو الاصغر مهما يكون. اذا هذا هو الاصغر، كيبقى شكون الاكبر؟ الاكبر، الاكبر في هذا هو 4، اللي عنده اكبر 100، اكبر عدد في المئة، اكبر رقم في المئات. اذا هو هذا، علاش؟ لان عنده في المئات، عنده في المئات 6. اذا هذا هو العدد الاكبر، وهذا العدد الذي يجب ان نلونه بالاحمر لانه هو الاكبر، وبالازرق سنلون 99. لان لماذا هو الاصغر؟ لان عدد ارقامه 2 تكون من رقمين، إذن هذا بالنسبة للتمرين 6. ننتقل إلى التمرين 7. اكتب الأعداد المطلوبة بواسطة الأرقام المقترحة. إذن من خلال هاد البطاقات غنقلبوا على أصغر عدد وأكبر عدد. إذن باش نحصلوا على أصغر عدد، العدد يتكون من 3 أرقام، إذن خصنا نعطيو الوحدات أكبر رقم والمئات أصغر رقم. إذن أصغر رقم غادي يكون هو 1، وهنا غتجي 6، وهنا 7. هنا كنحصلوا على أصغر رقم، وهنا غنديروا العكس. هنا باش يجينا أكبر رقم غنعطيو المئات أكبر رقم، باش نلقاو أكبر عدد عفوا. المئات غنعطيوها أكبر رقم، والوحدات غنعطيوها أصغر رقم، ومتوسط غادي يجي في الوسط دائما. كذلك هنايا، إذا أصغر رقم غنحطوه في المئات، ومتوسط في الوسط، والأكبر في الوحدات. هنايا نديرو العكس، أكبر رقم نعطيوه للمئات ثم 5 و4. إذن هكذا نحصلو على أكبر رقم، أكبر عدد، وأصغر عدد. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية وهي الصفحة 13. أكتب العددين بالأرقام ثم أكتب العددين بالأرقام ثم أحدد الطفل الفائز بوضع علامة في الخانة. إذا سجلت 606 نقط، إذا 606، إذا لاحظوا هنا ما نذكرش العشرات، إذا غنديرو 606 وحدات. هنا وأنا سجلت 590 نقطة، 590 نقطة. إذا نضع علامة على الفائز، إذا الفائز هو البنت. لماذا؟ لأن في مقارنة الأعداد التي تحتوي على نفس عدد الأرقام نقارن المئات ثم نجد أن 6 أكبر من 5، إذا هذا هو العدد الأكبر بدون الالتفات إلى العشرات والوحدات. تمرين 9. أقارن الأعداد بوضع الرمز المناسب. هذا العدد باش نقارنه غادي نجيو هنايا، هذا يمثل المئات، إذا هنا عندنا هذا هو رقم المئات. إذا مادام هاد العدد أولا، كيمكن هاد العدد نجمعوه ونديرو 399 نقارنوه مع 400، وبالتالي هذا هو اللي غادي يكون أكبر. هنايا عاوتاني كيمكن نجمعو 510، 509، إذن 510 هو الأكبر. 290، هذا إلا جمعناه غيعطينا 290، إذن متساويا. هنا 855، هنا 799، هنا عندنا 7 في المئات، هنا 8، إذن هذا هو الأكبر. واخا يكونو هنا غير التسعودات كنقارنو دائما المئات عاد العشرات عاد الوحدات. التمرين 10. إذا عندنا هنا 150، هاد الصندوق فيه 150، يعني عفوا من 50 إلى 100. إذا ما هو العدد الذي يوجد بين 50 و100؟ إذا هو 86. إذا هذا الصورة نضعها في هذه الحلبة، من 850 إلى 900، 800، إذن هذا 850 إلى 900، إذن هذه الصورة سنضعها في هذه العلبة. هذه الصورة كذلك 888 أكبر من 850، من 450 إلى 700، إذن هذه الصورة وهذه الصورة. إذا الحصة الخامسة التمرين 11.
ولونوا البطاقة المناسبة للعدد المفكك. إذن 300 وحدات. إذن هنا عندنا 0 وحدة، إذن هذا لا يجوز. هنا عندنا 3 وحدات، نعم، و300. إذن هذا هو، إذن العدد الذي سنلونه هو 3 وحدات، 303. تمرين 12، هذا العدد فيه 300 وحدات وثلاث عشرات. تمرين 12، أحيط العدد الذي يأتي مباشرة قبل العدد المعروض في البطاقة، قبل الذي يأتي قبل، إذا 100 يأتي، إذا 100 سيأتي قبل 137، هذا يأتي بعد وهذا بعد، 344، إذا العدد الذي يأتي قبله هو 300، 765، إذا 700 هو الذي سيأتي قبله مباشرة، هذه الأعداد توجد بعده. إذن التمرين 13 وهو الأخير، أكتب كل عدد في اللوحة المناسبة. أريد عددا رقم وحداته أكبر من 6، إذن رقم وحداته أكبر من 6. إذن كاين عندنا مثلا العدد الذي رقم وحداته أكبر من 6، كاين عندنا 97، كاين عندنا 398، 398 رقم وحدته أكبر من 6، وكاين عندنا 578. إذن هذه الأعداد اللي اختارينا منها صحيح، إذن هذا وهذا الباقي لا. إذن أريد عددا رقم وحدته أكبر من 7، إذن أكبر من 7 كاين عندنا 398، وكاين عندنا 578، الباقي رقم الوحدات أصغر من 7، أو يساوي، لأن قالوا لنا أكبر ما قالوا لناش يساوي 7. أريد عددا من 3 أرقام، إذن يجب انتباه 3 أرقام، هنا ما قالوا لناش 3 أرقام أو رقمين، هنا قالوا أريد عددا، هنا عددا من 3 أرقام أصغر من 300، إذن غادي نقلبوا على 3 أرقام، إذن هذا هذه الأعداد التي فيها 3 أرقام، ولكن هذا أكبر من 300، هذا أكبر، هذا أكبر، هذا أكبر، إذن أصغر من 300، إذن هذين العددين 160 و205 و504، إذن هذه هي الأعداد الأصغر من 300. إذن هذا كل ما يتعلق في بهذا الدرس الأول من دروس الوحدة الأولى في كتاب المرجع للسنة الثالثة ثانوي، ثالثة ابتدائي.